ده يخليني ادخل مع حضرتك في الحديث عن ادب الطفل. والحقيقه استاذ جار النبي الحلو ناس كتيره جدا من حتى من الناس اللي تعرفه والقريبه ليه تقول لك انه يعني ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه يا رب وطول العمر أمان. مع انه تجاوز السبعين من العمر لكن وجهه فيه يعني ملامح كثيره من الطفوله والبراءه. ده اصدقاء حضرتك طول الوقت بيقولوا ده صحيح. حبك في كتابات الاطفال ايه؟ وتقييم حضرتك لادب الطفل ازاي النهارده برؤيه حضرتك انه زي ما حضرتك شرحتها دلوقتي انه ادب الطفل ده مهم جدا والبدايه الحقيقيه بتيجي هنا صحيح. من عند الكتب والروايات اللي بتصدر للاطفال ومن المدرسه والحضانه من قبلها. أي. دي اصعب نقطه النهارده. يعني كلام في السياسه اسهل منها. كلام في السياسه اسهل من الكلام عن ادب الطفل؟ طبعا. لان احنا بنتكلم عن ادب الطفل. بنتكلم عن مستقبل الوطن. لما نستهين بالكتابة للطفل يبقى بنستهين بالطفل يبقى بنستهين بمستقبل الوطن. الكتابة للطفل لما ما يبقاش عندنا غير مجلة أو مجلتين للطفل هيبقى صعب على مستقبلنا. لما الناس تروح تنشر في دول عربية لأنهم بيدفعوا بالدولار وهنا بناخد يعني مبلغ صغير خالص يبقى بنفرط في مستقبلنا. انا عن نفسي بنشر في مجله مصريه حتى لو ببلاش، لان المجله دي انا شايف ان احنا لازم يا دكتوره ايناس عبد الدايم لازم تدعمي وتقفي جنب سلاسل الاطفال ومجلات الاطفال، لان كده يبقى انت بتصنعي وبتساهمي في بناء الوطن. دكتورة أناس عبد الدايم الفنانة والعازفة لازم تدخل الموسيقى في كل مدرسة، صح ولا لا؟ الدكتورة أناس عبد الدايم اللي كل المثقفين وقفوا معاها وكانوا المثقفين دول هم اللي قعدوا في وزارة الثقافة وما مشوش منها الا في 30/6 ايام الاخوان حكم الاخوان شفت مثقفين الاستاذنا بقى اسماء كبيره كتاب كبار قعدوا وفنانين ومخرجين قعدوا لانهم معترضين على الوزير الاخواني معترضين على اخصاء دكتوره ايناس عبد الدايم من منصبها. ليه؟ لان ايناس عبد الدايم ما بقتش بسكن بقت هي الفنانه والمخرجة هي الفنانة والمفكرة والمرأة صحيح. احنا مندفع عن كل هذه الأشياء صحيح فانا عايزها تدعم دخل حضرتك تطالب وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بأنها تقف مع هؤلاء المثقفين اللي وقفوا بدورهم مع الدولة المصرية قبل أن يكونوا طبعا بيقفوا مع الدكتورة ايناس طبعا. أيام حكم الإخوان طبعا طبعا لازم يبقى عندنا مجلات ثقافية تليق بمقام المصريين، لازم يبقى عندنا مجلات اطفال تليق مش هقول ادونا فلوس كتير زي الخليج. لا والله انا عن نفسي انشر ببلاش، مالكوش دعوه. لان الكتابه للطفل دخلها عدد كبير من المدعين والهواه وانصاف الكتاب وهم فاكرين انها اسهل. ده هم فاكرين ان الكتابه للطفل اسهل من كتابه القصه القصيره، وده شيء غريب لانه يعني اصعب حاجه في الكتابه للطفل ايه يا فندم؟ نعم اصعب حاجه في الكتابه للطفل انك تدخل عقله. بقول لك انت اعدائي النهارده. وانا بقول لحضرتك بجد الحوار مع حضرتك ممتع جدا. اصعب حاجه هل الوصول لعقل الطفل هي الاصعب ولا في حاجه اصعب منها؟ في اصعب أصعب ما في الكتابة للطفل أن تكون طفلا وترى بعين الطفل وتلعب معه هذه اللعبة، لعبة الكتابة والحواديت، تلعب معاه مش تقول له اشرب لبن قوم نام بدري أنت ما عملتش بتاع قوم اغسل إيدك قبل ده مش كتابة للطفل ده لأنه أنا كنت زمان بندهش جدا يا أستاذة كنت اشوف في العيله عندنا الاولاد الصغيرين لما كانوا صغيرين قاعدين بيقعدوا كل يوم يتفرجوا على اسامه مسلسلات اسامه انور عكاشه اقول الله
طب الاطفال دول بيقعدوا يتفرجوا على اسامه انا رعكاشه كل يوم وما بيشوفوش برامج الاطفال ليه؟ الاجابه ايه طيب؟ لانهم متجوزين. عدوا المرحله دي خلاص. متجاوزين تواضع برامج الاطفال. متجاوزين ما يقدم للطفل. في الكتابه للطفل دي مهمه. مهمة عظيمة. لازم الكاتب باللغة التي يكتبها للطفل. كيف يرى الطفل العالم؟ كيف تجعل الطفل يكتشف العالم ويدركه؟ دي مسائل. طفل النهاردة يا فندم مختلف. أنا عارف 1000% عن الطفل فيما مضى. أفكاره وطموحاته وتعرضه للتكنولوجيا وزي ما حضرتك قلت المصطلحات والألفاظ اللي بيسمعها من هو صغير وبينزل الشارع يسمع سباب وشتائم وألفاظ فالطفل النهارده طبيعته أصعب بكتير من طفل امبارح. أيوه التخاطب معاه حضرتك قلت نقطة في منتهى الأهمية، أكلمه بعقل الطفل برؤية الطفل بنظر الطفل. هل اقدر النهارده اوصل لده مع طفل النهارده بكل التحديات والظروف والتغير في طبيعه الطفل المصري والشخصيه المصريه بصفه عامه؟ ايوه. طب بس انا هحيلك لحاجه بسيطه صغيره. اتفضل. هفكرك ان كان في الراديو ولما جه التلفزيون طلع قالوا خلاص التلفزيون هيقضى على الراديو، ما قضاش على الراديو. لما السينما كانت موجوده قالوا هتقضي على التمثيليات، ما قضتش على الراديو. كل فن قائم بذاته. وان احنا انا شايف ان الكتاب لن يفقد ابدا بريقه. طب ليه الكتاب؟ طب ما يسيبونا نعمل شغل كويس للاطفال في التلفزيون زي ما كنا بنعمل. يعني برامج انا اخذت جوائز كتيره. يعني برامج الاطفال في التلفزيون المصري زمان يا فندم. طبعا. يعلى جمالها وبراءتها طبعا. علمت ونغني للطفل ونقول له ونعلمه اسماء الحيوانات ونقول له الحاجات الجميله اللي يعملها. وكان عندنا يعني عندنا مخرجين اطفال وعندنا كنا بنعمل عرايس، كنا بنعمل خيال ظل، كنا بنعمل كل حاجه لان كان في مكان. الان لا يوجد مكان للطفل على شاشة التلفزيون. نفسك حضرتك وأنا الحقيقة يعني على قد سعادتي بهذا اللقاء بجد يعني